بعد اتحملك اكثر من هيك. نقلعي مشان الله اطلعي من حياتي. روحي. امي شوفي. ما في شي حبيبتي، لا تهتمي. شو عملتي؟ حكيتي مع كنان شي؟ حكيت رح نتزوج. كتير فرحت. إن شاء الله ألف مبروك حبيبتي. معناتها رح نبلش بالتحضيرات فورا. شو في هازال؟ شو هالضجة هاي؟ ليش أبرو عصبت لهالدرجة؟ ما في شي حياتي، بس عم تفضي غضبها شوي وبتهدى. لا تواخذني إذا زعجتك. لا، شو قلتي للحتى عصبت؟ ما قلت لها شي، هي متضايقة من حالها. بصير هيك شغلات، انسى. ضيفنا صارت بإيدينا، اتفقنا. حلو، يعني رح تصوت لصالحنا بالاجتماع. مو بس بهذا الاجتماع، ضيفنا من هلأ ورايح رح تكون جنبنا دائما. منيح. المسكين سنان شو عمل لحتى مرته متضايقة منه؟ إذا بدك منعرف هالشي كمان. ما في داعي، المهم إنه نحل شغلتنا. والكلب فورال لما يعرف إنه ضيفنا وقفت بصفنا رح يضغط عليها، ولما ضيفنا تنحصر بالزاوية وتعصب وقتها هي رح تقول بشو بتزيت فورال. برأيك ممكن تكون بتعرف شي متعلق بناس؟ ما بظن في موضوع أكبر من هاد بالنسبة لفورال وممكن يربط له إيديه؟ إن شاء الله. صحيح، أنا في عندي سؤال. أنت حكيت مع شي حدا من رفقات ناز؟ شو رأيهم بالموضوع؟ لا، أختي ما كان عندها رفقات كتير، بس بتذكر واحدة كان اسمها جالة، وناز نهت علاقتها معها بسبب فورال، وأنا ما عاد شفتها من فترة طويلة. ليش هالسؤال؟ ولا شي، مجرد فضوله بس. خير، انت شو بدك كمان؟ ليش جنيتي لهي الدرجة؟ شو حكيتي مع هازال؟ انت ما إلك علاقة. انا كل شي بصير تحت سقف بيتي إلي علاقة فيه، فهمتي؟ اذا انت قلتي شي او هي سمعت او بالعكس، كل شي هون بخصني. وهلا قولي لشوف شو حكيتو. ولا شي، يعني ما حكينا بأي موضوع متعلق فيك. هازال دائما بتعاملني معاملة اللاجئة هون. ليش مانك هيك؟ ما علينا، بتمنى انه حديثكم ما يكون متعلق فيني انا، والا رح دفعك الثمن غالي وحاسبك بنفسي. كنان، يا ترى في شي عم تخبيه عني؟ ليش متضايق؟ عرفت مين اللي سحب الفيش تبع الجهاز؟ مين؟ ايبرو. شو عم تقول؟ انت متأكد؟ شفت تسجيل الكاميرا بعيوني. طيب ليش ساوت هيك شي؟ قال هي بتعشقه لفورال ديمير أغلو، وبدها تزت التهمة على هازال مشان تزيحها من طريقها. هي البنت كتير خطيرة، وحتى إنها أخطر من أبوها ومن فورال. لازم نساوي شي لنخلي أحمد يبعد عنها. لا تقلق يا أخي، أنا رح أعمل اللازم. أحمد. كنان، رجاءً. أنا في عندي شغلة صغيرة،
المسا بشوفكن. عود شوي لنحكي. اتركه خليه يروح كينان. النار شعلت جواته، قبل ما تنطفي هالنار ما رح يسمع ولا يفهم. مثل ما عم بتشوف ما في أي جلي هلأ، أنت رح تساعدنا بالخدمة والمسا منحل موضوع الجلي مع بعض. مثل ما بدك أختي ملك، تحت أمرك. ملك! ملك! ليش عم بتصرخ؟ أنا قلت له لا يفوت بس ما رد علي. ماشي عمتي. تعال إبراهيم. شو بدك؟ بعتولي بلاغ الطلاق على الفندق. إيه وليش مستغرب؟ قلتلك بدي اتطلق منك. مزبوط، وأنا قلتلك إنه ما رح ننفصل عن بعض. لا تتأملي على الفاضي. بتقول هذا الشي بالمحكمة. هلأ روح من هون يلا. كيف عرفتي العنوان؟ أنت من وين عرفتي عنوان الفندق؟ مين اللي عطاكي عنوان الفندق؟ هزال مو هيك؟ بس هي بتعرف. شو رح تفرق؟ لا أنت رح تضل هربان. ما رح أهرب ولا شي، مثل ما أنك شايفة أنا قدامك. أنت ما فيكي تخلصي مني بسهولة. نحنا ما رح نتطلق ملك. لا رح نتطلق يا خليل. تعرف شو السبب؟ لأني رح أقول الحقيقة لهازال. ما بيهمك خسارة هازال، بس بتخاف تخسر يلي عم تحلم فيه بفضل هازال. ما فيك تجازف بالخسارة، لا المصاري ولا عيلة ديمير أوغلو يلي لزقت فيها بسبب هازال، مو هيك؟ مسيك صف لي السيارة. ماشي يا بيك. انت مين سمح لك تفوت لهون؟ ليش اجيت؟ بعد عني سنان، ماني فاضي التهي فيك هلا. مين مفكر حالك ولا شو رح تعمل؟ اساسا روحي واصلة لمناخيري، لا تخليني فضي غضبي فيك. بالله شو؟ قال رح يفضي غضبه فيني؟ ولك والله بدفناك هون. سنان بيك انت شو عم تساوي؟ هو ضيفي، لو سمحت. رح نلتقي بشي يوم ورح نتحاسب على كل شي إن شاء الله. عم استنى هداك اليوم، لا تاكل هم. أحمد ليش اجيت لهون؟ لا نحكي، عندي كلمتين بدي اقلك ياهن. بالحقيقة أنا كنت راسم أحلام تانية اتجاهك، بس للأسف طلع من نصيبي إنه شوف وشك اليوم. خلينا نحكي هنيك، تعالي. معلم شو بدك؟ الاستعدادات تمام ودبرت الرجال، الكل جاهزين وعم يستنوا، نتحرك لما تعطي الإشارة. منيح، يعني حطينا الرصاصة بالبارودة وهلأ عم نستنى الطير ليوقف على الغصن. معلم عم تقول نستنى، بس شو رح نستنى؟ كل الأمور جاهزة، خلينا نساوي اللي علينا ونترك الباقي على عائلة ديمير أوغلو. ما في داعي تستعجل، إذا ضغطت على الزناد وما حطيت البارودة على كتفك ترتد وبتوجعك. نحنا لازم نضمن حالنا بالأول. القصة مو إنه نخلص على فورال ديمير أوغلو، القصة إنه نحمي اللي منعتبرهم أرواحنا. بس لأحكي مع ملك وأخذ موافقته، وبعدين الله كريم. ماشي يا معلم، مثل ما بدك. تعرفي إنه أنا كنت رح أعرض عليك الزواج؟ حتى إني اشتريت الخواتم.
لو انه صارت وحطيت هذا الخاتم باصبعك وقتها كنت رح كون اسعد رجال بهالدنيا وبيتحقق حلمي. لو صرت زوجك يا إبرو وقتها ما كنت بعطي سعادتي لحدا بالعالم، كنت مفكر اني شفت الجمال فيكي، الجمال يلي ما حدا قدر يشوفه فيكي، بس طلعت مخدوع وما عم شوف الحقيقة يلي الكل شافوها فيكي. أحمد مالي ناقصتك، أنا كتير مزعوجة هلأ. بعرف، ما رح طول، أنا حكيت مع كنان وعرفت منه كل شيء، عرفت شو ساويتي، انتي سحبتي فيش الجهاز. وعرفت ليش انتي سويتي هالشي، وعرفت انه انتي بلا ضمير وبلا وجدان، وعرفت مشان مين حاولتي تقتلي انسانة. انا خسرت قطعة من روحي لما كنان قال انك بتحبي فورال، تمنيت الارض تنشق وتبلعني، انقطعت قطعة من روحي وراحت، وكنت شوفك ابيض من الحليب واصفى من مية النبع، بس طلع قلبك وسخ وروحك كتير سودة يا إبرو. لو انك بتحبي حدا تاني لكن دست على قلبي ودعيت لك لتكوني مبسوطة، قسما بالله ما عم صدق قلبك وعيونك وروحك سودوا لدرجة انك تحاولي تقتلي انسانة مريضة وبريئة يا عيب الشوم. انا اتدمرت. انا شو إلي علاقة احمد؟ يا ترى عطيتك شي امل؟ وعدتك بشي؟ شو بدك؟ قلت لك انا متضايقة كتير، بكفي. ايه بكفي، انتهى كل شي، مع العلم انه ما بلش ابدا، كل يلي موجود جواتي انتهى. يعني ما بتقدر تقول مين يلي اشترى القصر هكام بيك؟ على القليلة من حقنا نعرف مين يلي اشترى بيتنا. آسف ما فيني أعطي المعلومات لنخلص الإجراءات، هيك القانون. يكون بعلمك ما رح سامحك على اللي سويته، أنا رح جمد كل الحسابات التابعة لشركتنا وعائلتنا عندكم، رح أعطيكم كل الشيكات، وحتى بأول فرصة رح اتفق مع مصرف منافس. مثل ما بدك جنان خانم. كنان خبر أحمد كمان؟ أوف، شو بدي أعمل؟ الفيديو تبعه هو وهزال راح من إيدي. أنا بهنيكي، كان المشهد كتير رائع. ما فهمت عليك، أي مشهد؟ أنت عن شو عم تحكي؟ قصدي الدراما تبع أحمد، كتير انبسطت وأنا عم بتفرج. سنان بيك ليك، أنا عن جد ماني رايقة أبداً، قول يلي بدك تقوله بسرعة وروح من قدامي، أنا بدي ضل حالي. برافو عشية اللي ساويتي بهداك الأعرج، أنت كتير فرحتيني، أنا بهنيكي. بالحقيقة صرت حس بشي تجاهك يا إبرو، وبرأيي إجا الوقت لنطور هاي الصداقة. أنت شو قصدك تقول؟ غريبة، بتوقع أنه لما بستك شرحتلك بوضوح شو يلي عم بقصده إبرو. أنا ما عم بفهم عليك وما بدي أفهم بنوب. بس أنا بدي أشرح لك،
هداك الأعرج ما بيلاقي ليكون حبيبك، نص رجال ما فيه خير حتى لحاله، وانتي بصراحة بنت ذكية وكتير حلوة. إذا قدرتي تستخدمي هالصفات يلي عندك ساعتها بتلاقي رجال أحسن من أحمد. مثلا أنا بصراحة كل ما شفتك بتذكر لما بسنا بعض، ما عم تطلعي من عقلي يا إبرو. وأنا كمان كل ما شفتك مرتك بتفوت على عقلي. أنا برأيي الأحسن إنك ما تنسى أبداً إنه عندك زوجة يا سينان بيك. ألو، نعم. أنت فاضي هلأ؟ فاضي، وكنت رح أتصل فيك بس ما دقيت لك، خفت يكون فورال جنبك. كتير منيح كان جنبي. وين أنت؟ أنا هلأ طلعت من البيت ورايح شوي على الشركة. حلو، أنا بالكافيه اللي التقينا فيها ذاك اليوم، لازم نحكي بموضوع مهم. ممكن تجي؟ ماشي جاي. رح نشرب أطيب فنجان ونحكي عن التحضيرات. أمي بلا لف ودوران، عن أي قصر كنتي عم تحكي؟ شو يلي مباع؟ حبيبتي أرماك. أمي لا تحاولي تنكري، أنا سمعت كنتي عم تقولي إنه القصر مباع. أرماك، بعنا القصر يلي بيكوز، حكيت عنه. طيب ليش بعتوا القصر؟ شو خطر عبالكن؟ أنا وأخوكي فورال صار لنا فترة طويلة عم نحكي بهالموضوع. بعدين مو هذا القصر أحلى؟ هون أوسع ومريح أكتر. بس يا أمي هداك القصر غالي بالنسبة إلنا، نحن كتير إلنا ذكريات فيه. حبيبتي لا تفكري بهالموضوع، خلينا بموضوعنا الأساسي. شو مشان تحضيرات العرس؟ ها؟ ما في داعي للتحضيرات أمي. معقولة هالحكي يا بنتي؟ عن جد ما في داعي بنوب، بعدين بس كتب كتاب بكفي. ما بيصير، عالقليلة أنا بدي شوفك وإنتي لابسة فستان العرس. ماشي، بلبس نفس هداك الفستان. يلا أرماك تحكي شوي، انتي رح تتزوجي يلي بتحبيه يا قلبي. أنا كتير مبسوطة، بس انتي بتعرفي شو الوضع. أرماك، أنا وانتي شو حكينا؟ ها؟ رح نكون مبسوطين، مو هيك؟ يلا يا روحي ابتسمي شوي هلأ، يلا. بس لا تنسي اللي حكينا فيه. ما قلت لكنان إني بعرف الحقيقة، هو مفكر إني ما بعرف شي، وإنتي ما رح تخبري. ماشي؟ ماشي يا بنتي، ما رح أقول لحدا، لا تشغلي بالك إنتي. شو هالحقيقة يا ترى؟ شو اللعبة اللي عم يلعبوها الأم وبنتها؟ ألو، نعم زهال. لا، أنا كتبت التقرير وحطيته بالملف. مين زهال يا بنت؟ أنت شو عم تخبصي كمان؟ بلا ما تزعجيني بهالكلام السخيف، أساساً روحي رح تطلع. بابا هلأ وقت اتصالك، شو في؟ اسكتي يا بنت. أكيد مو كتير مبسوط لأتصل، أنا بدي عنوان عزيزتي وبراك. اسحبي الكلام من أحمد واعرفي عنوان عزيز. يلا. ما فيني. كيف يعني ما فيكي؟ أنا بحاجة عنوانه ضروري. ما فيني أعرف، أنا وأحمد متزعلين. دائماً كنت قلك لا تلتقي فيه، بس كنت تعان ديني وتقربي منه، وهلأ أجا على بالك تتزعلي معه؟ بابا مشان الله، أساساً أنا في عندي ألف شغلة، بعدين أنت شو بدك بعنوان عزيز؟ عندي شغل، شو رح يكون بدي منه؟ لا تقرب من هالرجال، بعد عنه، ما بتكفيك المصايب اللي بسببه؟ أنت لا تتدخلي. ليش يعني المصايب تركتنا بحالنا؟ بتروح مصيبة بتيجي غيرها. منيح، معناتها أنا ما دخلني، بس لما توقع بمصيبة لا تتصل فيني. إبرو هيك لكان عم تسكري الخط بوشي. أهلين وسهلين. أهلين فيكي. يا ترى شو هالشي المهم والمستعجل لهالدرجة؟
فورال اتصلوا فيه من شركة الأمن وخبروه على اللي صار، وخبروه عن موضوع إنذار الحريق. طيب خبروه إنك رحتي على شركة الأمن؟ ما بعرف، بس تصرفاته غريبة، على الأغلب بيعرف شي. طالما ما وصل للتسجيلات فما في مشكلة، كل الموضوع إنه رح يشكوا بس. ممكن يضغط عليكي أصحك تبيني له شي، ماشي؟ لا تقلق، ما بيقدر يساوي شي. هازال كوني منتبه، شفنا شو اللي ممكن تساويه إبرو لأي نقطة بتوصل لما يجن جنونها. أنت من إمتى بتفكر فيني لهالدرجة؟ أنا بفكر فيكي من أول ما شفتك وتعرفت عليكي، وحتى مصلحتك بتهمني أكتر من مصلحتي. أنا كنت مفكرة إنك بتكرهني. أنا ما بكرهك بنوب، بس ما بقدر سامحك يا غزال. ما بدي إياكي تتعرضي لمصيبة مو أكتر، وخاصة إنه الموضوع متعلق فيني. شو هي؟ أخذتها من إبرو، هي احتفظت بنسخة من التسجيل لما كنا عم نبوس بعض بالمطبخ. طبعاً مشان تبتزنا. بالضبط هيك، وهددتني إنه رح تخبر فورال. قمت أخذت الفلاشة. كيف أخذتيها؟ طبعاً غصباً عنا. كتير منيح، بس لسه في احتمال يكون عندها نسخة تانية. ما بظن، كتير عصبت لما أخذت الفلاشة، كان مبين إنه هي خسرت الورقة الرابحة، وما ضل بإيدها أي شيء لتستخدمه ضدنا. وبتعرف إذا حاولت تفضحنا وقتها منخبر فورال إنها سحبت فيش الجهاز. صحيح أنت على أساس تحكي معها؟ شو صار؟ إبرو قالت لك شيء؟ هي ليش هيك ساوت؟ ليش سحبت فيش الجهاز؟ أنت بتعرفي إبرو أكتر مني، عندها طموح وحتى هي طماعة، ما تحملت أنه عائلة دمير أغلو يتجاهلوها هيك. قالت لحالها فورال وسينان بيسيئولها وعم يعملوها كأنه عبدة عنده، فحبت أنه تنتقم منه. هي ما كان بدها تقتلها أساساً، تعرف أنه رح ننقذها لما نسمع صوت الجهاز. كل القصة حاولت تزعج فورال وسينان. هي مجنونة يعني؟ بلكي أرماك ماتت وما لحقناها. سودت الدنيا بعيونها. برأيي هي عم تكذب كنان، أكيد عندها سبب أقوى لتساوي هالشي. مثل شو مثلاً؟ ما بعرف، مثلاً مثل العشق. ما قالت لك شي بخصوص هالموضوع؟ أو ما عطتك أي تلميحات؟ لا أبداً، ما قالت ولا شي، لا عن العشق ولا عن الحب، ما بعرف. كيف يعني ينباع القصر أخي؟ مثل ما سمعتوا، نستقر بهالقصر، انسوا هداك. طيب فورال، انتوا امتى أخذتوا هالقرار؟ أو على القليلة ليش ما استشرتونا؟ وليش بقى لحتى نستشيرك؟ كنتي رح تبيعي أسهمك اللي أخذتيها مني وتشتري القصر؟ لك شو هالكلام السخيف يلي عم تحكيه وعم تتمسخر من دون خجل؟ القصر مو إلك لحالك، كلياتنا إلنا حق فيه، كان أهم عقار ورثناه من أبونا. مين سألت لما بعته؟ سألني. لكن أنت كمان عندك علم بهالشي؟ ما بصير شي بهالعيلة من دون علمي سنان، ما بتعرف؟ أمي عقلي ما عم يستوعب بنوب. طيب ليش بعتوه للقصر؟ وأنتوا بعتوه بالسر ومن دون ما تخبروا حدا؟ أنا بخبر سنان ليش بعنا القصر، إذا عندك فضول تعرفي بتسألي زوجك بعدين، أنا ولادي أصحاب الحق هون. مليت وقرفت من تخطيطاتكن وإنكن تضلوا تتجاهلونا دائماً. بعدين مو أنتي يلي قلتي إنه هداك القصر أهم شي بالنسبة للعيلة؟ سنان، لو سمحت اهدى، لأنه انجبرنا نبيع القصر وساق فيني كان هذا أفضل حل. وساق فيكي؟ أنتي عم تتمسخري علي مو هيك؟ موضوع القصر تسكر، لما يجي الوقت المناسب كلكن بتاخدوا حقكن من المصاري. أي مصاري؟
الموضوع بس مصاري؟ الموضوع تسكر سنان. هلأ في عنا موضوع أهم نحن لازم نحكي فيه. أرماك وكينان قرروا أنه يكتبوا كتابهم، هن رح يتزوجوا عن قريب. وإنتي ليش عم تخبرينا؟ حلي الموضوع أنتي وفورال، لأنه أنا ما إلي رأي هون. أنا بهنيكي، أنت مثلتي دور الأم المضحية بأسلوب رائع. وأنت عم تتمسخر علي من دون خجل كمان؟ ما سويت هيك لأني موافقة على عملتك. أنا تصرفت كأنه عندي علم مشان أولادي ما يتخانقوا. يعني بدك ياني يتشكرك على هالشي؟ لا، بكفي أنك ما تساوي أي شي لحالك. بعدين أنا بدي منك شي. تحت أمرك، تفضلي. أرماك وكينان رح يتزوجوا، أصحك تعمل شي، أصحك تحاول تتعرض لكينان، ما بدي يصير أي مشكلة. بهي الحالة بعدي الكلب عن أختي. أساساً ما عم أفهم ليش وافقتي إنه يتزوجوا. مشان راحة أرماك وتكون مبسوطة. صياد السمك ما رح يساعدها لأرماك، ورح يعكر لنا سعادتنا كلنا. لما تفهمي رح يكون تأخر الوقت كتير. أخ يا فورال، أنت لما تفهم الحقيقة رح يكون تأخر الوقت. مستحيل أقدر أطلع من البيت جالة، فورال هون. قدرت أعرف شي مهم؟ يمكن توقعاتنا صحيحة، فورال وجينان عم يخبوا سر كبير. بظن إنه جينان بتعرف شو صار لناز، وهاد رأيي. هنن الاثنين ما بيخبوا أي شي عن بعض، ونحن قربنا نعرف كل شي. أنا بدي أطلب منك شي مهم هازال. ما بعرف يلي عم تطلبي صعب. بعدين من وين بدي لاقي هزال؟ بترجاكي كتير مهم. أنا فهمت عليكي، بس إذا ما سكت كيف بدي وضح له الموقف؟ لازم تحليها لبكرة هزال، ما في عنا وقت. ماشي رح جرب، بس بلكي ما نجحت. أنتي مجبورة تنجحي. نحن عم نمشي بالطريق الصح هزال، قربنا كتير لنوصل للحقيقة. إن شاء الله. حبيبتي هازال، إجا فورال. هازال أنت بالحمام؟ إيه فورال، عم نشف شعراتي. في موضوع مهم حابب أحكي فيه معك، ممكن تطلعي إذا خلصتي؟ يلا دقيقة واحدة حياتي. خير فورال، شو صاير؟ إن شاء الله نعيمة. شكراً. على أغلب الموضوع اللي بدك تقوله مهم كتير. إيه يمكن. أرماك وكينان بدهم يكتبوا كتابهم ويتزوجوا بسرعة. كتير حلو، بتمنى يكونوا مبسوطين. والله ما بعرف إذا رح يكونوا كتير مبسوطين ولا لا، بس أنا من هاللحظة راحت سعادتي كلها. فورال، بظن حكينا بهالموضوع وانت وافقت على زواجه ووعدتني بهالشي. مثل ما قلت لك رح اوفي بكل الوعود اللي اعطيتك اياها. انا كتير بحبك هازال، وحتى مستعد مشانك انسى كرهي لصياد السمك هاد. انت الوحيده بهالدنيا اللي بوثق فيها. رجاء لا تخيبي لي ثقتي وحبي لك. ما بدي ارجع لفورال القديم يا هازال. انت لا تشغل بالك، بس انسى الماضي وفورال القديم وهزال القديمة، كل شي رح يكون حلو وساق فيني. أنا بساق فيكي. شو صار؟ حكيت مع كينان؟ هو إيه؟ وصل لأحمد؟ حكيت معه، هو رايح لعنده. منيح، المسكين انهار من اللي صار، بس بظن انه هيك افضل انه يعرف حقيقة ايبرو
وأنا برأيي منيح اللي هيك صار. أنت لما قلت تركوه يتصرف على راحته أنا ما قلت شي، بس البنت كتير استغلت أحمد، مجوهرات وتياب وغيرها. هو سحب كتير مصاري من البطاقة الائتمانية مشانا. عادي، المصاري مو مشكلة، أنا بسامحه على المصاري. الله يرزقكم معلم، بس المشكلة مثل ما قلت لك إبرو استغلت أحمد. بصراحة كتير منيح إنه صار هالشي وعرفها على حقيقتها. والله ما بعرف يا حافظ، بيقولوا لما تنطفي الجمرة ما بتأذي، بعد ما نكشف وش الواطي على حقيقته ما عاد يأذينا، بس إنه نوقع بحب واحد واطي مشكلة كبيرة. بكل الأحوال خلي عيونك على أحمد. أكيد معلم، لا تأكل هم، أنا راح أحميه. عزيز عزيز طلعنا برا ولك عزيز. مو هذا صوت خليل؟ ايه صوته. ولك عزيز بعدوا عني ولك، تركوني بعدوا عني. عزيز توبراك، يلا تعال شوف، يلا طالع برا. رايح نشوف مين مفكر حالك. ولك تركوني، لا تصرخ يا عزيز. يا عيب الشوم عليك يا عزيز، كيف بتسوي هيك فيني؟ تركوني ولك، انت عم تحميلي حالك بهالكلاب. تركوه معلم. يلا تركوه، قول شو مشكلتك خليل. أنا ما رح أتراجع عن قراري أساساً، ما عاد يهمني شو ما صار، المهم أني اتطلق. بس أنا بعرف خليل ممكن يساوي شي سيء. الشيطان عم يقول لي هلأ امسك العصاية بإيدي، أخده غصب من عنه لعند القاضي وخليه يوافق على الطلاق. يلا اتصلي بهالمحامية بلكي بتعطيكي نصيحة. مزبوط كلامك، بكرة بحاكيها. وليش لبكرة يعني اتصلي فيها هلأ؟ لسه بكير ملاك، أنا بعرفك منيح ما رح تقدري تنامي لبكرة الصبح. والله معك حق، رح أتصل فيها. إيه يلا اتصلي ولا تضيع الوقت. مو على أساس أنت الشهم والقبضاي وأنا الحقير؟ بس يلي سويته كتير وسخ يا عزيز توبراك. أنت دمرت بيت مرة متزوجة، ما في أوسخ من هيك شي بالدنيا. احكي بأدب. لما أسست هداك البيت انت هدمت 25 سنة من عمري يا خليل، على شو جاي تحاسبني هلأ؟ يعني عم تتقبل انك اغويت على ملك اه؟ عم تقول بوشي من دون اي خجل يا عزيز؟ انتو سمعتوا مو هيك؟ ولك تفوق عليك يا حقير. ولك غبي، كيف تحكي بقلة ادب مع معلمي؟ حافظ خلص اتركه، بعد عني ولك كلب. مو على اساس بيناتنا اتفاق؟ مو انت وعدتني انك ما عاد تحوم حوالين ملك لما اعطيك الرسالة؟ ليش ما وفيت بوعدك؟ هي رجولتك خليل. اسمع، هذيك المرة تركتك لانك جبت لي خبر عن اختي، بس ما عاد اتركك. وشو رح تعمل يعني؟ بدك تضربني كمان ولا رح تقوصني؟ قوص، شو عم تستنى؟ انا بدي موت لك، يلا اوصوني اوصو. خليل انا مالي علاقة بالموضوع، بس الظاهر انه ملك شافت وشك الحقيقي وقررت هالشي. ولك حاجتك كلام فاضي، اذا كنت سيء او خاين بضل زوج ملك. اسمع، الموضوع ما رح ينتهي هون وانا ما رح اسكت، رح اقول انه عزيز توبراك هدم لي بيتي، انت دمرت لي حياتي، فهمت ولك؟ انا رح ورجيكن قسما بالله، لحتى هد هالمكافور وسكن رح كون بلوتكن. ليش خليت هالكلب يحكي؟ كنت خرسته. لا تلمسه، بس هاد رح يعملنا فضيحة. ما بيطلع بإيده شي، لما بفيق الصبح بيرجع عقله لرأسه. خليل ماله مشكلة بالنسبة لنا يا حافظ، هلا هدفنا فورال، المفروض بأسرع وقت نربط له إيديه وإجريه ونحصره بالزاوية. ماشي معلم ماشي. فهمت حضرة المحامية. آه ما أنا موافق على الطلاق، ما فينا نتطلق من طرف واحد. آه لا، الظاهر مستحيل يقتنع. ماشي شكرا إليك، تصبحي على خير.
ايه بنتي شو قالت المحامية؟ القاضي ما بيطلقنا بجلسة واحدة إذا ما اتفقنا على الطلاق. عمتي ما رح أخلص من هالرجال بقى. قسما بالله هالرجال مثل اللزقة بحياتك، ومبين خليل ما رح يحل عنك بسهولة. والله ما بعرف. شوف هذا الطوق تبع أبي، تذكرته أخي؟ طبعا تذكرت. المرحوم عطاني إياه قبل ما يموت بكم يوم، كان يقلي يتمسك بالحياة منيح. لما يكون البحر هادي ولما يكون البحر هايج، لا تترك مقود القارب. يلي بيوصلك لبر الأمان هو المقود، إذا تركته بيختل توازنه. خود. خلي هالطوق معك، قاربي غرق من زمان يا قبطان، انكسر وانقلب وغرق. القارب يلي ما إله مقود ما بيوصل لبر الأمان. لسه ما غرق شي، مو ضروري كل قارب يقلب بكل عاصفة. امسك المقود بقوة ولا تستسلم. ليش دائما هيك بيصير يا كنان؟ ليش أنا بكون ناقص على طول؟ سنين وأنا متحمل هالحياة برجلي المعاقة، بس ما رح أقدر أتحمل قلبي يلي عم ينزف. جرح القلب بيوجع كأني عم موت. ما رح تموت يا أخي، رح تتجاوز هالجرح. صح أنه عم ينزف وأنه عم يجع، بس ما رح يقتلك. انت بس ادعي ليروح الوجع، ممكن ما يروح بسرعة، بس بالنهاية هالجرح رح يلتئم ورح تتعود على الأثر يلي تركه، رح تتعود على غياب اللي فتحت هالجرح. إجا خليل بابا. أوه إبرو خانم، أهلين وسهلين. يا ترى شو يلي جابك لهون؟ وشو رح يكون؟ أنا قلقت عليك لما اتصلت وسألتني عن عنوان عزيز، خفت يصيبك شي. حضرتك ما اهتميتي فيني وسكرتي بوشي، شو صار لخفتي على أبوكي؟ حلي عني يا بابا. خليني ساعدك، أنت مالك قدران توقف. تركيني وبعدي عني، ماني محتاج لمساعدة حدا، بإذن ربنا عندي رجلين بيحملوني. تركيني. على مهلك شوي، انتبه بابا رح توقع. قابلت عزيز توبراك؟ ايه قابلته، رحت وبهدلته بنص بيته، ما استرجى يفتح تمه. تعال. هو مين مفكرني؟ بابا انا رجال قبضاي. بابا سكوت، اكيد ورطت حالك بمصيبة. رح كون مصيبة عراسه، بدي حاسب الكل. الكل وعزيز اول واحد وملك كمان. ما رح انسى انك سكرتي الخط بوشي برو، رح حاسبك على عملتك كمان، ما رح سامحك يا بنت. ماشي مثل ما بدك، ما تسامحني، حاسبني وحاسب كل الناس مثل ما بدك. ماشي انا رح حاسبكن كلياتكن. وقف
بابا انت مو قلت لي انه رقم غرفتك 106؟ اخ هذيك هي الغرفة، رح حاسب الكل اول عزيز وملك. ماشي وطي صوتك. يلا اعطيني المفتاح لافتح الباب. لا بفتحه لحالي، ماني بحاجة مساعدتك. حاجتك بقى انت مو قدران تشوف قدامك ولا توقف على رجليك. قال بده يفتح الباب. قال ورجيكن. وقف. اوف منك يا بابا، شو في داعي تقل بالمشروب لهي الدرجة؟ انا رح ابقى معك بالفندق. ليش بدك تبقي بالفندق؟ عندك غرفة ملوكية بالقصر، ليش لتضلي هون؟ انت مانك مسكينة وفقيرة مثلي. ما عاد روح على هداك القصر، تخانقت مع هذا الخانم. آه هي قلعتك مو هيك؟ هلأ فهمت، هي وإما ناكرات للمعروف، هي وإما ناكرات للمعروف. صار لي 25 سنة متزوجة لملك، أنا قبلتها مع بنتها يلي ببطنها، كنت قبل بنت رجال تاني وعطيتها كنيتي لهزال. وملك شو عملت؟ آه شو عملت؟ بدها تتطلق مني، هي سيئة وناكرة للمعروف. دقيقة دقيقة، شو هاد اللي عم تقوله؟ يعني هزال ما أنا بنتك؟ لا ما أنا بنتي، هزال ما أنا بنتي، قبلت ملك مع البنت يلي ببطنها، أنا اهتميت بملك وببنتها ما رح أتركها. معناتها هزال بنت مين بابا؟ بابا هزال بنت مين؟ مين أبوه لهزال؟ بابا قل لي بسرعة بابا. شو هالمفاجأة هاي؟ لكان هزال بنت رجال تانية. ها مبين كنان مانو على بعضه. منتبه على هالشي، هو عم بيلاحق شي بس ما عم بيقول. خلوا عيونكن عليه بلا ما يساوي شي حركة غلط ويعرض حاله للخطر. ماشي معلم ماشي، بس صحيح ليش لنخبي الخطة اللي حطيناها على كنان؟ بعدين مو انت قلت انه هالخطوة رح تأثر على كنان بكل الأحوال؟ العدو نفسه، ومبين انه عم نخطط لشي، يا ترى ليش ما منتحرك مع بعض؟ انا ساكت بس منشان احمي اختي يا حافظ، لهالسبب ما خبرته انه فورال هددني بهزال. معك حق معلم، بس بصراحة مو مريحني انه نخبي هالشي عن كنان، كأنه عم نساوي شي من ورا ظهره. نحن ما عم نساوي شي من ورا ظهره، بالعكس عم نحمي ظهره. هو ما بيخاف، مجنون أساساً، قلبه مجروح، بخاف يتصرف بجنان ويروح يخنق فورال وبعدين منرجع للبداية. معك حق معلم.
أهلين وسهلين. أهلين فيكي. انتبهتي إذا كان في حدا عم يلحقك؟ لا ما حدا. فوتي لجوا. طمنيني، لقيتي اللي طلبته منك؟ لقيته. إن شاء الله ما حدا شك بشي. لا بس أخذته بأعجوبة. إمتى رح تروحي على ششما؟ اليوم، اليوم المساء. جالا، تعرفي إنه اللي عم تساويه خطير؟ بعدين في ناس عايشين بهداك القصر، شلون رح تتجاوزيهم؟ بعرف القصر منيح، في مرة ناس دعتني وقضيت كم يوم هنيك، يعني بعرف القصر كتير منيح. رح فوت من طرف الساحل عن طريق القارب، رح حل الموضوع واطلع قبل ما حدا ينتبه علي. الموضوع ما رح يكون بهي السهولة. قد ما كان الموضوع صعب مجبورة ساوي، ما عنا حل تاني، لازم لاقي شي وصلنا لناز. وشو ممكن تلاقي هنيك؟ لما ناز تركت فورال كانوا بالششمة، وكل شي صار بهداك البيت. في شي هنيك، متأكدة. كيف فيك تكوني متأكدة لهالدرجة؟ جهاز التنصت بمكتب فورال، الظاهر إنه نفعنا بشي. اسمعي، بكفي بقى فورال، بكفي. مليت من إني ضل عم صلح أغلاطك وغطي على عمايلك الوسخة. صياد السمك. صياد السمك. فورال بيك، أنا قدرت أعرف مين أصحاب الأرقام الغريبة يلي نهايته 30. هذا عرفته، رقم صياد السمك. لمين التاني؟ التاني لمين كنجار؟ أحكي. جالا سيهان. جالا سيهان؟ إيه يا بيك، الرقم مسجل باسمه. تمام، حسب اللي فهمته من حديثهم مبين انهم عم يخبوا شي، بس لساتني مصرة انه فوتك على هداك القصر شغلة كتير خطيرة. بعرف، بس انا مجبورة ساوية. سمعتي حديثهم، بتوقع كل العقد بتنحل بهداك القصر. مزبوط، بس مع هيك انتبهي على حالك. تمام، لا تشغلي بالك. مين اجا؟ لا تقلقي.
مرحبا. تفضل. جالا؟ جالا سيهان مو هيك؟ لا، جيت على العنوان الغلط، ما في حدا هون بهالاسم. دقيقة. هازال. هازال. شو؟ كنان؟ شارع كومو؟ شو الرقم؟ 12/6؟ ماشي، مشي الحال، جبت عنوان جالا. لكن يلا روح جيبها بسرعة، شو عم تستنى؟ تحت أمرك. جالا سيهان، أنا أعطيتك فرصة بس ما استغليتيها منيح، ضيعتيها. كيف لقيتنا؟ أنا جيت لشوف جالا، وطبعاً تفاجأت بشوفتك. تفضلوا، عم بسمعكم. جالا بتكون رفيقتي وعم زورها. غريب كتير، أكيد فورال ما عنده علم بهذا الشي، ما هيك؟ وإلا كانت ردة فعله غير. على حسب ما بعرف، جالا كانت رفيقة ناس، مزبوط؟ ما رح تخبر فورال مو هيك؟ لا ما رح خبره، لا تقلقي. بس انتو التنتين رح تقلولي كل شي. ما في شي لنقوله، وأساسا بخبر زوجي لما يجي الوقت المناسب، هلأ مضطر أخبي. مشان الله، بلا لف ودوران، أنا بعرف كل شي، إنك بتحبي زوجك وإنك مبسوطة معه، كله جزء من لعبة سخيفة وبس. ما عم ألعب ولا شي، كم مرة لازم قلك يا كينان؟ بحب زوجي ومبسوطة معه كتير. طالما مبسوطة مع زوجك وبتحبيه وبتثقي فيه، شو خلاك تساوي شي من ورا ظهره؟ ليش بدك تعرفي شو صار لناز؟ قولي. ملك، اجيت لعندك لأخذ موافقتك. على شو عزيز؟ شو؟ مشان أقول لهازال إنه أنا بكون أبوها. لا تعمل رجاءً، حكينا بهالموضوع، ما رح نخبرها الحقيقة قبل ما ننقذها من هداك البيت. أساساً إذا ما خبرناها الحقيقة ما بنقدر ننقذ بنتنا، بخاف يصير فيها مثل ما صار بناز. الله لا يقدر. اسمعي ملك، أنا كثير فكرت، إذا هازال ما عرفت إني بكون أبوها ما رح تصدق شو ما قلت لها، ولا إنه بدي مصلحتها، وما رح تفهم إني عم حاول أحميها. شفتي بحفلة الخطبة، إذا ضلت معتبرتني عدو لزوجها رح توقف قدامي دائما. طالما هي عايشة بهداك البيت ما بقدر هده فوق روسهم. والله ما بعرف، أنا خايفة، خايفة من دفع ثمن هالسر اللي خبيته، بلكي دارت لي ظهرها وما عاد اطلعت بوشي، شو بدي أعمل من دونها؟ ملك، بعرف، فهمانك، بس إذا كان الابن بعيد وهو بأمان، أهم من وجوده قريب وهو بخطر. بدل ما يصيبها شي وإنها تكون بخطر، مو مشكلة من زعلها وبلا ما تطلع بوجوهنا، بس على القليلة ننقذها من هنيك. ما بعرف، على الأغلب معك حق. الأفضل ما نضيع وقت ونحكي مع هازال، بس أنا بحاجة لدعمك ملك، والصح هلا أنت تخبريها بالحقيقة، يعني لازم هي تسمع من تمك إني بكون أبوها. لا تبكي، بالنهاية شو ما كانت النتيجة
رح ننقذ بنتنا من هداك الجحيم. صراحة بالبداية أنا تأثرت فيه من قوته ومن تصرفاته تجاهي، بس بعدين تعرفت على جالة، خبرتني شو صار بناز، وأنا بلشت خاف من فورال، صار بدي أعرف شو ساوى بناز وين هي. أنت ما بتعرفي مين الرجال اللي تزوجتيه هزال، أنتوا عم تلعبوا لعبة خطيرة. نحن منتبهين للخطر بس ما رح نتراجع. لا، ما أنكم منتبهين لشي. هداك الرجال حاول يقتلني. شو؟ اي بالدير، رجاله ربطوا لي ايدي ورجلي وزتوني بالبحر. لو حافظ ما اجا وانقذني بالوقت المناسب ما كنت موجود قدامكم هلا. شو يلي عم تقوله كينان؟ ليش ما خبرتني من قبل؟ شو كان رح يتغير؟ انت تركتيني وتزوجتي فورا، وغير هيك كنتي مبسوطة وما كنتي رح تهتمي فيني ابدا. ما بظن اني بهمك. يا الله شو هالوجع هاد، حاسس في دبابات براسي رح تنفجر. الحمد لله. يا بنت توقعتك ما رح تفيق أبدا، إذا شربت كتير هيك رح يصير معك. إمتى إجيتي؟ إجيت مبارح بالليل، ما بتتذكر؟ لا ما بتذكر، آخر شي كنت برا، بعدين ما بعرف شو صار بعدين. وقف، معناها خليني أنا ذكرك بابا. كنت كتير سكران مبارح، جبتك لهون على الغرفة وبعدين حكينا شوي، خبرتني شغلات حلوة كتير ونمت بأكتر لحظة مهمة بالموضوع. وشو خبرتك يا بنت؟ قلتلي إنه هزال مو بنتك الحقيقية. مين أبو هزال الحقيقي؟ إذا عرف فورال إنكن عم تخططوا شي من وراء، عندكن علم شو اللي ممكن يعملوا فيكن قلولي، وبالأخص أنتي هزال. خلص انسي هالموضوع بقى، ما فيني اتراجع بعد هالوقت. شفت الرسالة يوم الخطبة؟ يمكن فورال عمل كل هالشي لناز، وأنا لهالسبب عم أقول أنا خايف عليكي، وبالأخص بعد ما شفت هي الرسالة. لو سمحتي هزال تركي هالموضوع، أنا بتصرف رح حلها، لا تقلقي. مستحيل كنان، بدك تحميني وتورط حالك بالموضوع؟ فورال ضعيف اتجاهي وما رح يأذيني، بس إذا عرف إنه إلك إيد بالموضوع ممكن يعمل أي شي، لهيك خليك بعيد لو سمحت. في عنا رسائل تانية كمان لناز، كلن عم تطلب فيهم المساعدة مني ومن أخوه. وصلوا الرسائل لإيدي بوقت متأخر كتير، لو كنت بعرف من الأول. حتى لو كنتي بتعرفي من الأول شو كنتي رح تعملي؟ اتنيناتكن ما رح تقدروا على فورال. إذا نازي اللي كان يحبها لدرجة الجنون شفتوا شو اللي عملوا فيها، مين بيعرف شو ممكن يعمل معك؟ وغير هيك طالما أنا وصلت لكم بهالسهولة ممكن هو يوصل لكم كمان. جالا افتحي الباب. جالا بعرف إنك جوا، افتحي الباب. جالا افتحي الباب. كيف يعني ما بتعرف بابا؟ كيف ما بتعرف مين بيكون ابو البنت اللي سجلتها بنفوسك؟ بنتي ما بعرف، ما بعرف، ملك خبت علي وما قالت، وانا كنت بحبها كتير، ما سألت ولا مرة وما حاولت اعرف، كان المهم تكون معي. برافو بابا، ذكي كتير. انت كيف عم تحكي معي هيك؟ انا ابوكي. اعطيني فطيرة من هون. خد لحالك، انا رايحة.
استغفر الله. لا تقلقوا، ما في شيء، وصلوا طلبياتي. شوفوا انتو اتنيناتكم ما رح تقدروا تحلوا هالمشكلة، مثل ما قلت لكم فورال ممكن يعرف بأي وقت. طيب شو رح نعمل؟ نقعد ونتراجع عن كل شيء؟ لا، رح نتعاون سوا. أنا حكون معكم من اليوم. لا تدق على الفاضي، ما في حدا. وين لكان؟ ببلجيكا. ببلجيكا؟ ايه، من 10 سنين بتعيش هنيك. كل شي 5 سنين بتيجي مرة وبتقعد شي اسبوع واحد بس. شو عم تقول؟ شو هالحكي هاد؟ اللي وين جالة؟ مين جالة؟ صاحبة البيت اسمها حميات. اتطلع فيني، اسحق تلعب معي، عم قلك وين جالة. لعب شو يا اخي، والله صاحبة البيت اسمها حميات، واذا مو مصدق دق على اي باب واسأل. انت عمين عم بتدور؟ يلي عم دور عليها هي جالة سيهان. جالة سيهان؟ ما في هيك اسم هون. لحظة، الجالة سيهان؟ تعرفها؟ لا، بس فواتير موبايلة بتيجي لهون من 6-7 شهور، وأنا دائما بقول مين هاي جالة سيهان، بس ما عرفت مين هي. أعطيني خبر حلو كنجار. للأسف سيد فورال، عطت لشركة الاتصال عنوان غلط أصلا، مو ساكنة بهذا البيت. ما بفهم هذا الحكي، لا إجالة وجيبها لهون فورا. بينتهي ب32 مو هيك؟ أي تمام، سجلته. وأنا شوفي جالة، الخال عزيز كتير غالي علي وقريب مني كأنه أخي الكبير، لهيك أخته بتكون مثل أختي كمان، وأنا مثلك إذا مو أكتر كمان حابب أعرف يلي صار مع ناس، فلو سمحتي لا تدخلي هزال بهالشي، ما بدي إياها تتأذى بنوب. شو بدي أعمل؟ أنت سمعتها، ما بدها تتراجع. بس هي مرت فورال وعايشين تحت سقف واحد، إذا عرف فورال إنه عم نتعاون سوا فأكيد رح يأذيها. جالة، من اليوم ورايح تواصلي معي أنا وبس، ماشي؟ وأنا رح أعطيكي كل الدعم اللازم، اتفقنا؟ الظاهر نحفانة شوي على المرض، فينا نزبطه من هون شوي؟ ايه اكيد ست أرمك. وبدي كمان الطرحة تكون طويلة. ماشي، رح فرجيكي كل الأمايش التركية، هن بالسيارة، رح خليكي تنطري ما تواخذيني. طيب مو مشكلة. شو رأيك أمي؟ بتجنني، كتير حلوة. أمي ليش عم تبكي؟ ما بعرف، بنتي تأثرت شوي. ماما حبيبتي لا تبكي، ما بدي اياكي تبكي. شوفي أنا مبسوطة كتير. بعدين نحن شو وعدنا بعضنا؟ نضل مبسوطين شو ما صار، وشو بصير بالأخير مو مهم بالنسبة إلي. وإذا رح موت رح موت وأنا مرت الرجال يلي حبه قلبي. أرمك، رح موت وأنا مبسوطة. أنتي وعدتيني ما عاد نحكي عن الموت أبدا. يلي رح يصير بالأخير اتنيناتنا منعرفه. لا تقولي هيك، أنا جهزت حالي وأنتي جهزي حالك. ما بدي إياكي تضلي هيك عم تبكي من بعدي. أرمك بنتي. أمي بدي منك هلأ توعديني إنك ما تبكي من بعدي، وبس تتذكريني خليكي مبتسمي، لأني رح كون عم شوفك من المكان يلي فيه السعادة والراحة. يا حبيبتي، يا حبيبة قلبي، يا روحي، يا بنتي. أمي يلا وعديني أمي إنك ما رح تبكي. ماشي، بوعدك.
جوال. كيفك كنان؟ قلت لنا نجي بسرعة. تفضل. صاير شي مشكلة؟ تفضلوا أخي عدو. صاير شي بس ما بعرف إذا كان مشكلة ولا لا. خير شو صاير؟ أنا لقيت جالة. جالة؟ جالة رفيقة ناز مو هيك؟ تواصلت مع هازال خال عزيز وعم يحاولوا يعرفوا شو صار مع ناز. ألو، لقيت بيت جالة سيد فورال. تعقبت إشارة الموبايل وهلأ هي بالبيت. اشتريت تذكرة طيران لششمة، رح تروح على المطار. على ششمة؟ أكيد رح تدور على شي بخص ناز. وهزال معه؟ لا سيدي لحالة. اسمعني كينجار، لا تخلي جالة تروح على ششمة أبدا. شو ما صار أصحك تخليها تطلع على الطيارة، عم تفهم؟ مفهوم سيدي. الله يلعنك. اثنيناتهم ما بيعرفوا خطورة الشي اللي عم يعملوه، لأنهم ما بيعرفوا ديمير أغلو، مفكرين إنها لعبة أولاد. أنا حكيت مع جالة خال وقلت لها تبعد هزال عن الموضوع وإنه تتواصل معي أنا وبس. هيك كتير منيح. نحنا أخذنا كل احتياطاتنا، مع هيك بلا ما تفوت حالة بشي مصيبة وتخلي الشكوك حواليها. لازم يكون عنا علم بكل خطوة رح تخطوها كنان. ماشي خال، لا تقلق. رح أقلق لأن بنتي. أصغر غلط منرتكبه يمكن يروح بنتي، لهيك ما في مجال للغلط أبدا. ماشي حافظ؟ ماشي معلم. يلا جعلها ردي. شو عم تعملي هون؟ جيت مشان شوفك يا أختي. قلت أختي، لا تأخذيني لساتني أخذي على هالكلمة، لأنه بالأخير نحن مالنا أخوات يا هزال. يا شرطي، يا شرطي ساعدني. شيلك من هالكلام هلأ. شو بدك؟ ليش اجيتي؟ ليكون مشان الفلاشة؟ خلي الفلاشة معك يا روحي، أنا اجيت مشان جدد لك ذكرياتك. شو يلي عم تقولي؟ يلي عم قوله، انتي عم تكذبي على حالك وعم تمثلي دور الأميرة. كتير عم اشفق عليكي، بتزعلي. ايه برو احكي بوضوح، قولي اللي بدك تقولي وبعدها روحي. عن جد بتزعلي. زواجك كذب وعائلتك كذب، اختك ابوكي كلهم كذب يا هزال. ما بحسدك عشية اللي انتي فيه. صح اللي قلتي، وبالاخص موضوع الاخت، كذبة كبيرة وخزلان وخيبة أمل. أنا اللي بشفق عليكي. والله بعد ما تعرفي الحقيقة أنت رح تشفقي على حالك كل عمرك يا حبيبتي. حقيقة شو؟ حقيقة إنك ما طلعتي أختي يا هزال خانم. أمك خبت عنك هالشي كل هالسنين، وأبوكي حدا تاني يا هزال. الست ملك حملت فيكي من رجال تاني
وبعدين تزوجت هي وبابا. هاي لعبتك الجديدة؟ ما لقيتي شي محبوك أكتر من هيك يا إبرو؟ إذا مو مصدقتيني اسألي أمي أو روحي اسألي بابا كمان. لو إني كنت بمكانك كنت رحت عملت تحليل الدي إن إيه. شو عم تخبصي أنتي؟ بابا هو اللي اعترف بكل شي يا هازال، وأنا قلبي ما طاوعني، حبيت تعرفي هالشي. كتير زعلت عليك، وعلى فكرة أنتي مثلك متايا حبيبتي، أمك كبرتك وعيشتك بهالكذبة طول السنين اللي مضيت. عن جد عن جد وضعك صعب كتير، بتزعلي. طيب بيّن شي دليل مشان اختي نازيا كنان. كانوا عم يحكوا عن شوية رسائل. رسائل شو؟ كتبتها لك خال، طلبت المساعدة. فورال ديمير أوغلو، الله بيعلم شو كان يعمل معها لحتى تخاف منه. طيب وين هي الرسائل؟ مع هذا؟ إذا ضلت هي الرسائل بهداك البيت بيكون غلط كبير كنان، لأنه إذا وصلوا لعيد فورال رح يدمر كل شي. هاي جالة. هاي أهلين جالة. كنان محتاجة مساعدتك. شوفي فورال عارف وين مكاني، وبعد كان جاري لحق. وين أنتي هلأ؟ ضيعته لا تقلق كنان، بس هزال يمكن تكون بخطر. طالما عارف مكاني معناته عارف أنه تواصلنا، وإذا عارف هالشي فيعني هزال بخطر. بدي أعمل إضافات لفستان العرس، بدي طرحة طويلة كتير تمد على الأرض. عم أتخيل كيف رح يكون شكله، رح تطلع كتير حلوة حبيبتي. في شي بدي أقوله حبيبتي أرماك، ليش مستعجلين لهالدرجة مشان العرس؟ أنا حابة يصير بسرعة أخي. بعرف حبيبتي، بس لسه مالنا جاهزين، العرس بده تفاصيل كتيرة، وانتو عم تشتغلوا كل شي على عجلة. يعني عم قول لو تأجلوا شوي وتعملوا بالصيف الجاي، هيك منجهز كل شي على أصوله برأيي أحسن. ما فيني استنى أخي، بدي نعمل العرس هلأ. طيب انتو أدرى، بس أنا برأيي لازم انتي وكنان تعطوا علاقتكن وقت أطول وتتعرفوا على بعض أكتر. سنان خلص تركن على راحتهم، هن شايفين هيك أنسب. طيب أنا علي نبهكن. شبك فورال شو صاير؟ ما في شي أمي. كيف ما في شي؟ مبين عم تفكر بشي. ابني وبعرفك، احكي شوفي. ما في شي لقلك يا. شوف فورال، وضعك بآخر فترة بلش يزعجني كتير. لا تتصرف كل شي من راسك. بعت القصر ما حكيت ولا كلمة، عطيت دفنة أسهم وما حكيت شي، ورغم كل هاد ضليت دعمتك. بس إذا فكرت تعمل أي شي بعكر سعادة أرماك رح وقف ضدك وما رح سامحك أبدا. قلت لك هالشي من قبل أمي، ما بدي برر لحدا الشيء اللي عم أعمله والقرار اللي عم أخده. إذا حبيتي وقفي جنبي أو ضدي اعملي اللي بدك إياه، ما عاد يفرق معي بعد هلا. أمك خبت عنك هالشي كل هالسنين، وأبوكي حدا تاني يا عزال. الست ملك حملت فيكي من رجال تاني، وبعدين تزوجت هي وبابا. أهلين فورال. حياتي وينك؟ أنا بالمطعم. لحالك؟ لحالي.
أمي وعمتي راحوا، بدهم يجيبوا غراض. شو بو صوتك؟ أنت منيحة؟ مو منيحة. شوفي، صاير شي معك؟ فينا نحكي بعدين فوران، محتاجة ضل حالي شوي. طيب أنت بالمطعم مو هيك حياتي؟ إيه، قلت لك إني بالمطعم، لو سمحت منحكي بعدين، بدي ضل حالي وفكر شوي. طيب يا روحي، مع السلامة. مسكت الأجالة؟ للأسف سيد فرال، هربت. كيف يعني هربت؟ كيف خليتها تفلت من إيدك؟ عشوي كنت مسكتها، بس اجت الشرطة، ما قدرت أعمل شيء. اصحك تفرجيني وشك كنجار، يا بتجيب هاي البنت لهون يا أما لا ترجع على القصر أبدا. سكرنا هلا. ست هزال رح تجي معنا. شو عم تقول؟ ليش بدي اجي معكم؟ ست هزال، اذا ما جيتي بالحسنى رح تجي بالقوه. طلعوا الا رح اتصل بالشرطه. شو عم تعملوا؟ اتركوني اتركوني، لوين اخذيني؟ اتركوني عم قلكم، لوين اخذيني؟ لك اتركوني، لك اترك، لك ايه، لك اتركوني، عزيز توبراك؟ شو مفكر حالك عم تعمل كنان؟ شو عم تعمل؟ ليش حاطت ايدك بايد هالرجال؟ هزال اهدي شوي، رح اشرح لك كل شي. ما في داعي تشرح لي، كل شي واضح. يلا رجعوني واتنيناتكم رح تتحاسبوا على هالشي. هزال عم قلك اهدي شوي. اتركني، اترك ايدي، اترك. انتي اسمعينا بالاول وبعدين اعملي اللي بدك اياه. اذا بدك تشتكي علينا للشرطه اشتكي، او بدك تسجنينا يلي بدك اياه، بس بالاول اسمعينا. قولي اللي بدك تقوله. انتو شو بدكم مني وليش جبتوني لهون؟ عرف فورال باتفاقك مع جالة، وعرف انكم عم تتحروا على الناس. حياتك بخطر يا بنتي، وقلت لك من قبل كمان فورال زلمه خطير، لازم تبعدي هالفترة.
ما رح تقول لها زال إنك أبوها، وما رح تشوف وشها مرة تانية، وبدك تنسى من هلأ لآخر عمرك إنه هزال بنتك، وأنا بالمقابل رح قلك وين مكان الناس. يعني كرمال أختي بدي أتخلى عن بنتي مو هيك؟ أنت شو اللي بيأكد لك إني ما أخلف بوعدي ورجع بنتي؟ صدقني ما بعرف إذا كان عندي، بس بتعرف شو عندي؟ شجاعة. إذا عملت هيك شيء بالأول رح أوس هزال، وبعدها رح أوس حالي. موتي ما رح يأثر عليك، بس تسببك بموت بنتك رح يخليك تموت وانت عايش. ألو سيد فراد، عم حاول أوصل لجالة بأي طريقة. تركني من جالة كنجار، هزال مختفية. جيت على المطعم ولقيت شنطة تايتها، قالت لي هي بالمطعم بس ما لقيتها. يمكن يكون عزيز هو اللي خطفها، أنا رايح لعنده يكون بيعلمك. برأيي لا تروح لحالك سيد فراد. ما عاد يهمني، إذا كان هو اللي خطفها يعني صياد السمك له إيد كمان. ليش عزيز بده يعمل هيك شيء؟ لأنه عزيز بيكون أبوها، ما قدر يحمي أخته، مفكر هيك رح يحمي بنته. طالما تجرأ وعمل هيك يعني الحرب بلشت، رح نمحي عزيز دوبراك وكل اللي معه عن وش الأرض كنجار. أنت روح هلأ لعند خليل، شوف إذا كان بيعرف أي شيء، نتواصل بعدين. إيه؟ شوفي، لازم تعملي كل يلي بتقدري عليه لتضلي بهداك القصر. على شوي كنا رح نسيطر عليه، وهلأ عم نطلع واحد واحد. عملي كل شي لترجعي على القصر إبره. مستحيل بابا، مستحيل. ليش؟ اسمعي يا بنت، انتو ليش تخناتوا؟ شو صار؟ ولا شي. إبرو، شو صار؟ إبرو، قلت له الحقيقة إنها مو بنتك. هلأ وقت المزح؟ قولي ليش اتخانقتوا وشو صار بيناتكن؟ أنا ما عم بمزح. أنت جناتي؟ كيف بتعملي هيك شي؟ لك وين ومخك؟ أنت هلأ هيك روحتي علي أكبر فرصة بحياتي كلها، كانت طاقة القدر رح تنفتح لي، بتعرفي هالشي؟ هي اللي جبرتني، حاولت تأذيني وتجرحني وأنا انجبرت إني إلا. هي دائماً عم تضايقني بابا، وهلأ عم تحط كل الذنب علي؟ ذنب شو؟ ذنب شو؟ ولا شي، انسى، ما في شي، عم بحكي مجرد حكي. بس هالمرة ما رح خليها تنفذ مني، رح آخذ الفلاشة من إيدها. فلاشة شو؟ أي فلاشة؟ عن شو عم تحكي؟ والله ما عاد فهمت شي. كل يلي بتملكه هزال هلأ رح آخده منا بابا، نحن ما عدنا بحاجة لإله، انت بكفي انك تعرف هذا الشي هلأ. رح اسحب الفيش تبعك انت كمان. متأكدة يلي سحب الفيش هو يلي حذف التسجيلات، واثقة من هالشي. أنا شرحت الوضع للسيد فورال، ما بدي حط الست هزال تحت الشبهات، بس التسجيلات اختفت بعد زيارتها. لحظة، ما فهمت عليك، هزال كانت هونيك قبل ما يختفوا التسجيلات؟ ايه، ما خبرك سيد فورال؟ اجت لهون وكان بدها تسجيلات، وبعدين صارت هي الحادثة. بس لحسن الحظ النظام بيعمل نسخ تلقائي، أول ما يطلعوا التسجيلات رح أرجع أتصل فيك ست جنان، لا تقلقي. يعني هيك فينا نشوف التسجيلات؟ ايه، وبقرب وقت كمان. شكراً كتير، ناطرة خبر منك معناتها. بس إلي طلب عندك، إذا إجت هزال مرة تانية وسألت عن التسجيلات خبرني بهذا الشيء لو سمحت. يعطيك العافية. الله يعافيك. مين مفكر حالك؟ شو دخلك فيني؟ ليش عم تتدخل بحياتي؟ ما فيك تكفر عن ذنبك مع أختك بأنك تحميني. أنا وناز بنشبه بعض تمام، بس اتنيناتنا مختلفين. أنا ما إلي علاقة فيك ولا بأختك، اتركني ولا عاد تتدخل بحياتي. إذا ضليتي عم تتصرفي هيك رح يصير معك مثل ما صار معه، رح تختفي بشي يوم وما حدا منا رح يعرف شو صار معك. وصدقيني ما حدا بده هالشي، لا أمك ولا أبوكي.
ولا أنا. وجنب مين رح كون بأمان؟ جنب هاد؟ جنب الرجال اللي داهم الخطبة بالسلاح وصار يهدد الكل؟ لما يكون الموضوع عن الناس اللي بيهموني هيك بتصرف، معك ها مو بإيدي. طالما عرف فورال إني عم أتعامل مع جالة معناتها هي بخطر، ليش ما جبتوها لهون؟ جالة بأمان، لا تقلقي، نحن رح نلهي فورال لفترة، هذا شغلنا، وخلال هالوقت رح نلاقي الأدلة، رح نحاول نعرف كل شيء، وفي حال لقينا شيء دليل بعدها ما حدا رح يقدر ينقذ فورال. وبهالوقت أنت رح تضلي معي؟ لا، هالشي مستحيل. شوفي، بيقولوا قيمة الأمانة بيحددها بإيد مين رح تتركها، ولهيك رح أترك أغلى صديق عندي معي. لا تقلقي من شي. إيه، عن إذنك بنتي، عندي شغل رح خلصه وبرجع فورا. بدك مني شي؟ إيه، لا تقلي بنتي مرة تانية. مثل ما بدك. إذا مفكر إني رح ضل هون بتكون غلطان، أنا رايحة. ما فيك تروحي لأي مكان هذا. كينان بعد اترك إيدي، أكيد أمي هلأ بالمطعم ميتة من الخوف علي يتركني. كينان أنا لازم روح شوف أمي، ما عم أمزح. ما فيك تروحي لمكان، وأنا ما عم بمزح. تكسروا إيدي. أي يا ريت قلنا لأرهان يحملهم. كيف بده يقدر يحمل كل هدول لحاله؟ هازال، هازال بنتي، انتي بالمطبخ؟ هازال راحت على شي مكان؟ لا، وين بدها تروح؟ وبعدين تاركي الباب مفتوح. بس مانا هون، اتصلي فيها لنشوف. عم بيرن. افتحوا الباب، افتحوا الباب، افتحوا الباب. السيد عزيز مو بالبيت. افتحي الباب يلا. وين كينان؟ هو كمان مو بالبيت؟ شو هالحظ هاد؟ السيد كينان ما بيضل هون، وهلأ ما في حدا بالبيت. اسمعيني، بلغي عزيز توبراك سلامي، قلي له اجا فورال لهون، وإذا كان رجال يوقف قدامي ولا يعمل شي من وراي. وينك انتي؟ اتصلي فيني، قلقت عليكي. الو امي، اجت هازال على القصر؟ لا ما اجت. ليش عم تسأل؟ ولا شي، بس عم اسأل، منحكي بس ارجع. طيب، وأنا أساساً كمان في موضوع بدي أحكي معك. جاي على البيت؟ إيه، بس رح أطلع فوراً، عندي شوية شغل. ما رح أخذ من وقتك كتير، رح أسألك سؤال وبس، ناطرتك معناتها. طيب.
إجا سنان شي؟ وهديك البنت هنيك؟ تمام، ماشي، منحكي بعدين. أمي؟ شبك شوفي؟ ولا شي. وين هزال؟ وليش ما عم ترد على موبايله؟ ما بعرف، ليش عم تسألي؟ كان بدي أحكي معه. بتعرفي شي ليش تغنقت مع أختها؟ قالت لك شي؟ ما بعرف، ليش عم تسألي؟ يمكن تكون هي يلي سحبت الفيش. أمي أصلاً أنا من الأول كنت عم أقول هذا الشي، وقلت لسنان كمان بس ما صدقني. ست إبرو؟ فتحت غرفتك، فيكي تاخدي غراضك. كيفكن؟ إن شاء الله ما أكون عم أزعجكن. أنتي شو عم تعملي هون؟ جيت مشان أخذ غراضي. ما في داعي، أنتي تركي العنوان ونحن منبعتلك ياهن. ضيفنا، لا تتدخلي. نحيا اللي اجيتي، لأنه كان بدي أحكي معك. تعالي معي. ست جنان؟ ايه عم بسمعك، خير صاير شي؟ شو يلي صار بينك وبين هزال؟ ليش تخانقتوا؟ مشكلة صغيرة، بصير هيك شي بين الأخوات. الأخوات ما بيقلعوا بعضهم من البيت مشان شغلات صغيرة. ما عندي وقت للأخذ والعطا. شو يلي عم تخبوه؟ مين؟ نحنا؟ شو بدنا نكون عم نخبي؟ طيب اعملوا يلي بدكن يا، أنا رح شوف التسجيلات ورح أعرف مين يلي عمل ببنتي هيك، ووقتها رح واجهكن اتنيناتكن. ست جنان، شوفي أنا عن جد ما عم بفهم عليكي شو اللي عم تقولي. فكرتوا أنكن حذفتوا التسجيلات ورح كل شي، مو هيك؟ بس مو بهالسهولة، قريبا رح نعرف الحقيقة، مو بس نحنا، والشرطة رح تعرف الحقيقة كمان، كوني متأكدة. ست جنان؟ ايه عم بسمعك، خير صاير شي؟ شو يلي صار بينك وبين هزال؟ ليش تخانقتوا؟ مشكلة صغيرة، بصير هيك شي بين الأخوات. الأخوات ما بيقلعوا بعضهم من البيت مشان شغلات صغيرة. ما عندي وقت للأخذ والعطا. شو يلي عم تخبوه؟ مين؟ نحنا؟ شو بدنا نكون عم نخبي؟ طيب اعملوا يلي بدكن يا، أنا رح شوف التسجيلات ورح أعرف مين يلي عمل ببنتي هيك، ووقتها رح واجهكن اتنيناتكن. ست جنان، شوفي أنا عن جد ما عم بفهم عليكي شو اللي عم تقولي. فكرتوا أنكن حذفتوا التسجيلات ورح كل شي، مو هيك؟ بس مو بهالسهولة، قريبا رح نعرف الحقيقة، مو بس نحنا، والشرطة رح تعرف الحقيقة كمان، كوني متأكدة. نعم أرماك. وينك حبيبي؟ بعت لك رسالة ما رديت. أنا بالشركة، شو صار؟ ما صار ولا أي شيء، بس اشتقت لك. رح تمر اليوم؟ ما بظن، مشغول شوي، بحاكيكي بعدين. ماشي. أنا بدي أعمل اتفاق معك،
انت روح وشوف خطيبتك، وانا كمان بروح وبحكي مع امي، وبعد ساعتين منلتقي هون. شو رأيك؟ لا. اوف، ليه بقى؟ وقفت فوق راسي مثل الحارس وحبستني هون. انا رايحة. استني كينان، يلا تركني، بدي روح. انت ليش ما عم تفهمني؟ لازم احكي مع امي ضروري. ماشي بتحكي معها، بس اصبري شوي. لا، هلأ بدي احكي معها. هازال، لا تعمليها. وبعدين شو رح تحكي مع امك؟ شو دخلك؟ ليش متوترة؟ ماني متوترة ولا شي. هازال، انا بعرفك. شبك؟ ما في شي كينان، قلتلك بدي احكي مع امي، في سؤال لازم اسألها. يا هازال. ابرو، قالت لي شي متعلق بأبي، كنت رح اسأل امي لو ما اجوا رجالكن واخدوني. شو القصة؟ امي، حملت من رجال تاني وبعدين تزوجت ابي. يعني الرجال اللي فكرته أبي مانو أبي الحقيقي. ولك وين هازال خانوم؟ هلأ عرفت منك إنه هازال ضيعة. قسماً بالله أنا ما بعرف وين بنوب. الرجال اللي تحت قال لي إنه في بنت عم تنام بغرفتك، مين هاي؟ لكن هذاك الحقير خبركن. خليل، مين البنت اللي كانت؟ مين رح تكون بنتي؟ إبرو، إبرو. على شو عم تدوري؟ عم دور على تيابي. أنا عطيت لهزال كم قطعة تياب لإلي وعم دور عليهم. ما عم صدق، هزال تنازلت ولبست تيابك؟ قبل ما هزال تتنازل لمصاري زوجة، أي حبيبتي، كانت تتنازل وتلبس تيابي، وهلأ عم دور عليهم، باخدهم وبروح. تركي تيابك هلأ وروحي، خبر هزال تبعت لك ياهن. مع السلامة. يا كارا، أرماك طلعت من غرفتها اليوم؟ لا، ما شفتها اليوم. هي متضايقة من شي؟ ما بعرف، بلكي تناقرت مع كينان ماما. أساساً هو ما عاد إجا كتير لهون، وحتى اليوم ما بين بنوب. شو يلي عم تحاولي تقولي؟ ديفنا، احتفظي برأيك لحالك وبلا هالكلام الفاضي. فورال، أنت على الأغلب فهمتني غلط. أمي، أنا مشغول هلا، شو بدك تحكي معي ليلي؟ على أساس تحكي مع شركة الأمن؟ شو صار معك فورال؟ لا تشغلي بالك بهالموضوع. كتير عم فكر بهالموضوع، لازم أعرف مين سحب الفيش تبع الجهاز. مو هاي شنطة هزال؟
انتو التقيتوا؟ وينها؟ ما التقينا بنوب. معناتها شو عم تساوي شنتايتها معك؟ رحت على المطعم بس ما لقيت حدا، لقيت شنتايتها. طيب ليش ما سألت امها عن مكانها؟ وهي ما بتعرف وينها، بس مو مشكلة أنا بلاقيها. شو عم تساوي هون؟ جيت مشان أخذ أغراضي. شفتي هازال؟ تعرفي وينها؟ لا، ما لا بالمطعم؟ بعد هالسنين طلعنا ما لنا عيلة حقيقية، يعني هنن إبرو وأمي وأبي. لساتني عم ناديله أبي. هنن طلعوا عيلة حقيقية وأنا اللي كنت الغريبة بيناتهم. عشت حياة مزيفة. ما فيني أقول شي عن أبوكي، قصدي السيد خليل، بس أنا بعرف كتير منيح قديش أمك بتحبك وأنه حبها إليك مانو مزيف. في مرة سألت أمي ليش أبي ما بيعانقني مثل بقية الآباء، وقتها قالت لي لأنك فراشة. ما فهمت عليها. قالت أنت عندك جناحين كبار، إذا عانقك بوقتها ما عاد تقدري تطيري. كانت دايماً تلاقي حجة وتتهرب من الجواب. ما كان بدي ياني أعرف إنه مو أبي الحقيقي. أساساً ما كان يحسسني إنه هو أبي. إمتى ما ساوى شي ضايقني أمي كانت تتدخل وتواسيني بسرعة. ما كان بدي ياكي تزعلي وينقصك أي شي؟ ليش مو ناقصني شي هلأ؟ مو لازم ازعل لاني كنت عم نادي لرجال غريب ابي؟ ما بعرف، يمكن افضل من انه امك تتركك وتروح. لا تفهميني غلط هذا، ما بدي قارن وجعي ووجعك، انا عم اقول هيك بس لتفهمي قيمة امي ملك. مبين المسكينة تحملت حياة مزيفة مشانك، انجبرت انه تتحمل هالكذبة، وكله لمصلحتك، لازم تقدري لها هالشي. فرال بيك انت فاضي؟ شو صار؟ حكيت مع خليل؟ هو ما بيعرف اي شيء. اكيد هالواطي عم يكذب، وهزال ما بتهمه ابدا، مستعد يساوي كل شيء مشان المصاري، ولا الرجال يضلوا يراقبوه. انت متاكد انه هي انخطفت؟ بلكي انا متاكد. هزال وكنان وعزيز مانن مبينين، ممكن يكونوا هربوا بالقارب القديم نفسه. بعت الرجال على المينا وخبر يلي بششمه يدوروا بفندق عزيز توبراك اللي هنيك، اكيد عم يلعب لعبه وسخه. لو هدفه هزال كان طلع قدامي، اكيد عم يستنى شيء. حافظ شو سويت؟ مفاجأة فورال جاهزة؟ لا تأكل هم، بعد شوي بتوصل لمكانها. حلو، معناتها الحرب بلشت؟ بالضبط هيك. طيب أنا وصلت على المطعم، بشوفك بعدين. ماشي معلم، شوفك. يلا. لا أنا بدي روح. ملك مشان الله اهدي شوي، شو بدك تساوي لما تروحي على القصر؟ بدي شوف بنتي، أنا خايفة عليها، ما رح ارتاح لشوفها. وشو عرفك انها بالقصر؟ وين رح تكون؟ ما عم ترد على اتصالاتي من لما شفت الرسالة اللي كتبتها نازو، وانا خايفة يصير شي لبنتي. لا تخافي، كوني مطمنة، طول ما انا عايش مستحيل اسمح انه يصير شي لهازال. عزيز هازال مو مبينة وما عم ترد على اتصالاتي. بعرف، لأنه أنا خطفتها. ما فهمت. لا تاكلي هم، اهدي.
هازال بأمان عندي، اهدي لحتى أحكي لك كل شيء، وكمان فيك تروحي تشوفيها. ما بعرف إذا أمي عايشة أو ميتة، يعني إذا عن جد مثل ما خبروني هي تركتني وراحت، شو بدي أسألها إذا شفتها بعد كل هالسنين؟ هاد نفس الشي بالنسبة إلي بابا، ما بعرف مين هو وإذا عايش أو ميت. إذا عايش ما بعرف إذا لازم أفرح، لأنه إذا كان عايش معناتها هو ما بده يشوفني وما بيهمه وجودي أبداً، مزبوط؟ بلكي ما بيعرف بوجودك، بلكي جديد عرف هالشي. معناتها المزن بأمي هي اللي خبت الحقيقة وأنا دفعت الثمن. بلكي أمك وأبوك يتوجعوا كتير، ما بتعرفي. لهذا السبب كنت بدي أشوف أمي مشان أسألها، ممكن تسمح لي؟ أنا بترجاك اصبري شوي، بس شوي رح تشوفي أمك وتحكي معها. أكيد فورال بيكون تحول لمجنون. ما في داعي لحتى يتحول لمجنون، هو هيك دائما. أكيد بيكون اتصل فيني، موبايلي بالشنطة، رح يتهمك أنه خطفتني. ما بيهمني. بالشنطة، الفلاشة بالشنطة. أي فلاشة هي؟ يلي أخذتها من إبرو واللي فيها الفيديو ونحن عم نبوس بعض. وين الشنطة؟ يا ربي الشنطة وقعت مني لما الرجال أخذوني من المطعم، بلكي أخذها فورال. ياخذها، ما بيهمني أبدا هذا. يمكن ما بيهمك بس بيهمني كتير، إن شاء الله تكون وصلت لأيد أمي. شو بدي أعرف؟ خليني روح، بلكي بلاقي الشنطة والفلاشة. لا يوه، أرماك بنتي، أنت منيحة؟ في شي مشكلة؟ لا بس أنا. أنت شو؟ أمي كنان عم بيعاملني بقلة اهتمام آخر يومين، ما عم أفهم ليش هيك عم بيساوي. آه لا تقولي هيك حبيبتي، أكيد السبب بس ضغوطات الشغل، وأنت لا تشغلي بالك بهالأمور ماشي؟ بالمناسبة وين هازال؟ جنان خانو، اجوا الشرطة عم يسألوا عن فورال بيك. مرحبا، بدنا فورال ديمير أغلو، وينه يا ترى؟ شو الموضوع؟ انتو بأي حق بتفوتوا على بيتنا بهالطريقة؟ نحنا معنا إذن بهذا الشي يا خانو. أمي شو عم بيصير هون؟ ما في شي حبيبتي، لا تاكلي هم، ضيفنا خديه على غرفتها. ماشي. انتو شو بدكن؟ ليش عم تدوروا على فورال؟ مشان ناس ديمير أغلو. شو هاد يلي عم تخبصوا هلا؟ شو صار لناس ديمير أغلو؟ فورال هو اللي رح يجاوب على هذا السؤال. صحيح انت شو بتقربي لفورال؟ امه. اسمعيني يا خانم، رح قلك اياها بوضوح، صرنا فتره عم نلاحق هالموضوع. نحن طول الفتره الماضيه ما قدرنا نوصل لدليل ضد ابنك، بس هلا وصلنا لدليل واجينا لحتى ناخذ فورال على المخفر مشان يعطينا افادته بخصوص ناس خانم. وهلا اذا ما عندك مانع رح اعيد سؤالي، وينه فورال ديمير أغلو؟ فورال ديمير أغلو؟ اي انا، تفضل شو بدكن؟ معنا امر باعتقالك. وشو التهمة؟ فورال ديمير أغلو انت المتهم الاول باختفاء ناس ديمير أغلو، لهالسبب رح ناخدك على المخفر. ارماك اهدي، ما فيكن تعتقلوني بدون ما يكون عندكن دليل ضدي. انت ما بتعرف القوانين افضل منا فورال بيك، واساسا في معنا امر من النيابة باعتقالك.
لو ما في معنى أدلة ضدك وإذن من النيابة ما كنا أجينا. خدوه يا شباب. أمي، على فكرة أنتوا عم ترتكبوا غلط كبير. أنا رح حاسبكن ورح دفعكن تمن هالغلطة. رح نتواجه. امشي معنا على المخفر. كورال، لا تقلق يا ابني، حكيت مع المحامي رح يساوي كل شيء. لا تقول شيء لحتى يجي المحامي، لا تقول ولا كلمة، هو رح يحلها، كل شيء رح يكون منيح وصاق فيني. أمي تعالي شوفي حالة أرماك. أرماك، خدوها على غرفتها بسرعة فورا، أعطوها الأكسجين. ديفرا يلا بسرعة. رح تدفعوا ثمن هالإهانة كلياتكم، رح تدفعوا ثمن هالإهانة غالي. أعطيني خبر حلو. صار مثل ما خططنا معلم، يعني الطير فات على القفص، وهلأ نحن رح نقدر نشم هوا نضيف ونتنفس براحتنا، مو هيك يا حافظ؟ إن شاء الله يا معلم، طالما فات على القفص ما عاد نتركه مرة تانية. إن شاء الله. أنا شغلت الجهاز ربع ساعة وبتكون منيحة، لا تاكلي هم، نوبة صغيرة. أنا رح روح على المخفر، ما بتتركيها ولا لحظة، وإذا تكرر يلي صار من قبل وقتها رح حملك المسؤولية. لا تقلقي. شو صار، ما رد سنان؟ ما عم يرد. بعتي له رسالة وبعدين بيلحقنا على المخفر. ها سنان وينك؟ ليش ما عم ترد على موبايلك؟ خير شو في؟ أخدوا أخوك فورال. مين؟ مين أخدوا؟ إجت الشرطة قبل شوي، أخدوا أخوك وراحوا على المخفر. لكن رجال الشرطة أخدوه؟ طيب ليش؟ قال بخصوص ناز، لسه ما فهمنا الموضوع، احكي. سنان لازم ننقذه قبل ما يوصل الموضوع للصحافة، لا تبين أي شيء للي بالشركة. تعال بسرعة. ماشي، كوني مطمنة ما رح يقدروا يساولوا شيء. أكيد هاي لعبة من عزيز، بالكتير بياخدوا إفادته وبيتركوه. رح أحكي مع المحامي وأعرف الوضع. لا تستعجلوا، استنوني نطلع من البيت سوا. ماشي ماشي. يلا بابا، انت شو بدك تخبرني؟ بدي طالع الشنطة لفوق، أساساً كتير متضايقة. إبرو، انت كنتي عم تحكي عن فلاشة، ما قدرتي تاخديها؟ ما قدرت، بس لا تقلق رح آخدها. تركينا من هالأمور واتصلي بكنان، أكيد هو بيعرف وين هازال، بيجوز هو اللي خطفها. ما بظن إنه كنان خطفها، أكيد هازال راحت لعنده بلزقت فيه، أساساً ما عم تتركه أبداً. شو إلها علاقة؟ شو علاقة هازال بكنان؟ هو مو من مستواها. لا، أنت هيك مفكر. هازال قلعتني من القصر وحاولت تحطني بالحبس ولساتك عم تفكر فيها؟ أي حبس يا بنت؟ عن شو عم تحكي؟ فهميني شو عم يصير؟ بدل ما تحاول تصلح علاقتي مع هازال، روح صلح علاقتك مع فورال. بس بهالطريقة بتقدر توصل لأحلامك، لأنه هازال ما عاد تخليك حتى تحلم بالمصاري. كله بسببك، انت دمرتي لي حياتي ودمرتي حياتك وهدمتي مستقبلنا كمان. ها جابوا فورا، يلا شغلوا الكاميرا، يلا صوروا صوروا، تعالوا لهون، خدلوا صور منيح. فورال بيك، ليش جابوك على المخفر يا ترى؟ ممكن تخبرنا السبب؟ رح تعطي معلومات عن اختفاء ناز ديمير أوغلو؟ فورال بيك لو سمحت، لو سمحت سؤال واحد بالدجاج. فورال بيك ممكن تخبرنا السؤال؟ الصور جاهزة جالة خانو، منقدمها إمتى ما بدك؟ فورا يعقوب، رح نستخدم كل شيء. ماشي فورا. شغلت
التلفزيون كنان. خير خال عزيز، في شي مشكلة؟ شغل التلفزيون. ماشي يلا بس ثانية. شوفي. ما بعرف. ها بلش؟ اتفرج على الخبر وانبسط. شو القصة؟ أعزائي مننتقل معكم لهالخبر العاجل. حسب المعلومات اللي وصلتنا قبل شوي، الشرطة اعتقلت رجل الأعمال فورال ديمير أوغلو ليحققوا معه بقضية اختفاء ناس ديمير أوغلو. بترككم هلا مع الصور يلي وصلتنا لما الشرطة جابت فورال ديمير أوغلو على المخفر. فورال بيك، ليه جابوك على المخفر يا ترى؟ ممكن تخبرنا السبب؟ فورال بيك، رح تعطينا معلومات عن اختفاء ناس ديمير أوغلو؟ ممكن تعطينا تصريح؟ حلو، هالموضوع بيشغل فورال بيك لفترة. معناتها صار فيني روح هلا. طالما فورال بالمخفر ما بيقدر يساوي لي شي. ما راح تروحي على مكان في ألف رجال حواليه، إذا بالحبس أو برا ما بيتغير شي. ما بسمح لك تروحي. يعني بفيدك أكتر إني ضل هون. أنت شفت الخبر؟ بلكي الشرطة بدهم يسمعوا إفادتي كمان. شو راح تعملي؟ راح تدافعي عن زوجك؟ بقول مثل ما بعرف. ما فيك تروحي، ما بسمح لك. مين مفكر حالك؟ أنت زوجي شي؟ لا أبداً، ماني زوجك، وزوجك هلأ بالمخفر ومتهم بجريمة. أنا ما فيني أبقى هون. ما عندي خيار تاني بنوب، للأسف. وأنا كمان بنتي. أنا رح أستنى برا. الشنطة تبعي ضلت بالمطعم أمي، أخدتيها؟ لا ما شفتها، لما إجينا ما كانت بالمطعم. أمي أنا بدي أسألك سؤال، بس بتمنى تجاوبيني عليه بكل صراحة، وعديني. بوعدك. الخاتم اللي بالصورة لناس ديمير أوغلو، وموجود هلأ بالخزنة بمكتب فورال ديمير أوغلو. ناز ما كانت تشلح هالخاتم ولا لحظة من إيدها، وأخوها لناز عزيز توبراك بيأكد لكم هالكلام كمان. هالرسالة بخط إيد ناز، كتبت لأخوها فيها إنه فورال عم يعاملها بأسوأ وهي خايفة. أنا بظن إنه في رسائل تانية ببيتهم يلي بشاشمة والقصر اللي هون. في كتير أدلة بتثبت إنه صار شي على ناز. شو ما كان صاير لناز، جنان ديمير أوغلو أكيد بتعرف. لهالسبب منطلب إنه تاخدوا إفادتها كمان. راح نساوي كل اللازم جالها، لا تقلقي أبداً. هالملف ما رح يتسكر قبل ما نعرف مصير ديمير أوغلو. استنى من بعد إذنك، ممكن تترك اللابتوب؟ هاد إلي وأخي ما بيستخدمه، هاد لابتوبي الشخصي.